أول فترة بتكون شوي صعبة، بتكون فترة قلق. أنا اسمي ماجد، خريج اختصاص كمبيوتر ساينس، تخرجت كمان من فترة ضئيلة من بوت كامب بتساعد الطلاب على أنه يتعلموا البروغرامينج بطريقة عملية وتطبيقية وبتعطيهم اكسبيرينس بشكل واقعي. هو واحد من البوت كامبس اللي جدا مهمين وجودهم بلبنان، وبدعم سبارك هذا الشيء بيساعدهم على انه يفتحوا البواب سواء على صعيد العالم العربي او على صعيد العالم، خصوصي للمبرمجين. كمان بتساعد الطلاب على انه ينموا شخصيتهم، بياخذوا وبيعطوا اكثر مع العالم، وهذا الشيء بيساعد وبيفيدهم لبعدين. بالنسبه للمشروع الجماعي ساعدنا نقدر نتواصل مع عالم جديده ووجوه جديده، قدرنا نصير نتعرف وناخذ نعطي اكثر. من ناحيه البرمجه قدرنا نتعاون اكثر مثلا مع بعض ونشوف كيف بكون طبيعه العمل ضمن الشركات، لانه بالشركه الواحد بيضطر انه يشتغل مع عالم ثانيين سواء من نفس طريقه تفكيره ولا بطريقه تفكير مختلفه. كنت بالاول انه بعدني مخرج، شو لازم اعمل الان، كيف بدي بلش اقدم على الشركات، فهذا الشيء كان عامل زي هاجس. بس مع مساعده البوت كامب قدرت اتخطى هذا الموضوع، انه صار عندي خبره عمليه بتساعدني انه انا مثلا خلص ادى شو ما فتت بدي اعمل اي تاسك اي اكزام، انا صار عندي السؤال كافي لتمكنني انه انجح بهذا الاختبار. بعد ما تخرجنا من البوت كامب قدرنا الحمد لله انه نحن نأمن هذه الوظيفه، شغله بشكل عام ريموت مع شركه اجنبيه موجوده بامريكا، وهيدي الوظيفه تم اختياري من بين عدد من المرشحين، وهيدي الشركه انا هلا قاعد عم بشتغل معها بدوام كامل. بشكل عام مسؤوليات ضمن شركتي انا هي UI UX وفرونت اند، وهذا الشيء اكيد حيفتح لي ابواب ثانيه لبعدين.